الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، سعدت اليوم أن ألتقي بالأستاذ الفاضل عبد الله الشكيلي من ولاية عبري بلدة العارض. أستاذ عبد الله، أريد أن تعيد بذاكرتك في هذا الحديث عن سبب اختيارك للتدريس. لماذا اخترت أن تكون معلما؟ والله أنا يعني من البداية ما اخترت، ما دخلت كلية التربية، فدخلت كلية الآداب. جميل. كلية الآداب، نعم. دخلت كلية الآداب، وكلية الآداب لأنها أكثر تعمق في دراسة اللغة العربية واللي هي دراسة اللغة العربية، نعم، وآدابها. أي نعم. فبعد التخرج في كلية الآداب طبعا شفت الأفضل أن أدخل مهنة التدريس لأنه يكون أقرب يعني في المنطقة التي أقطن فيها. جميل. فاخترت يعني مهنة التدريس، وحبي في أيضا اللغة العربية، وأحب أن أنقل ما تعلمته يعني في كلية الآداب إلى أبنائي الطلبة، إلى الأجيال اللي هي الأجيال هذه الحاضرة. كونك معلم يعني مكثت سنوات في التدريس، أريد أبرز المكتسبات التي استفدتها من خلال هذا العمل. والله مكثت في التدريس حوالي 28 سنة. ما شاء الله. أي 28 سنة. وبفضل الله وعونه استطعنا أن بجهود أن ما وفقنا إليها الله سبحانه أن نوصل هذه الرسالة إلى أبنائنا الطلبة. وتعلمت من التدريس اللي هو الصبر والنظام، واستفدت ايضا من اللي هم الطلاب انهم يعني يحتاجوا الى كل مرحله تحتاج الى عنايه معينه والى اهتمام يعني بعيني، يعني مثلا من الصف الخامس غير عن الصف السابع وهكذا، والثاني عشر غير المراحل المتقدمه من التعليم، وهذا يعني وهكذا. زين، لما تلتقي الان الطالب كان في يوم من الايام تدرسته مثلا طبيب، نعم، يقول لك استاذ عبد الله درسني، أيوة، مهندس او معلم او قاضي، نعم، اي مجال، ما هو شعورك؟ أيوة. يعني وانت تلتقي، نعم، يقول لك استاذ درسني، هو قاضي اليوم، نعم، هو مثلا معلم، هو صحيح، مهندس، صحيح، في اي مجال. اي نعم نعم، هذا والله اشعر بالفخر والاعتزاز انه يعني النتيجه، يعني هذا نتيجه عملنا ونتيجه جهدنا، يعني اثمرت، نعم، هذه الثمره الطيبه، نعم، وهذا الجهد الذي بذلناه ما راح يعني سدى، بل اثمر الصراحه في هذه الاجيال وفي هذه الطلاب. رسالة تحب توجه للمعلمين، ما هي نصيحتك للمعلمين؟ والله أوجه للمعلمين أن يهتموا بطلابهم، ويعني حثوهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الفاضلة قبل التعليم، من ثم التعليم بالصبر والمثابرة والجهد والصبر على الطلاب والنزول عند مستواهم يعني، وتفهمهم يعني ما يريدون وما يفكرون به وما يحتاجون إليه في جميع مراحل اللي هي دراستهم. جميل. لماذا وجدت المعلم العماني يتميز في معايشتك بأساتذة كثيرين؟ أيوة، المعلم العماني الصراحة أثبت جدارته وأثبت وجوده في الميدان. صراحة المعلم يعني بالنسبة لطلاب المدرسة يعلمهم كأنه يعلم، يعني لا يفرق بينهم وبين أبنائهم، نعم، في البيت. أي نعم، فاهتمامه كبير، واهتمامه يعني يقرب للطلاب جميع ما اللي هو يحتاجون إليه، ويبحث عن
ما يوصل إليهم المعلومة بكل جهد ونشاط. وأرجو منهم إن شاء الله تعالى أن يثبتوا ويزيدوا على ما هم عليه إن شاء الله تعالى، حتى ينشئوا الأجيال أحسن ما يكون. برأيك ما هي أفضل طرق لينمي المعلم مهاراته قدراته؟ أي ماشي والله، غير الاطلاع، الاطلاع ومتابعة كل جديد. نعم. مهاراته نبض الطالب نفسه. نعم. هذا الطلاب كيف توجهاتهم، كيف ميولهم، كيف النشاط اللي هم يحبوه، وهكذا يعني يسبر أغوار الطلاب، أفكار الطلاب، أنشطة الطلاب، عشان يوصل إلى يوصلهم إلى ما هم يرغبون فيه. أي يتوجه هذا يعني. الاطلاع لا يعني يظل على الكتاب، أيضا يزيد عليه، يزيد عليه، يطلع من خارج الكتاب ويكون مطلع. نعم. أي. هل ترى أن المعلم فقط يختصر دوره داخل ويعني المدرسة، أم إنه يمكن يمتد نشاطه ودور خارج المدرسة؟ خارج المدرسة. نعم. أي المعلم يكون لا يقتصر ذلك على المدرسة. سواء كان مع الطلاب، مع طلاب المدرسة، يتواصل معهم خارج المدرسة. نعم. ويوجههم خارج المدرسة. دوره أيضا مجتمعي. نعم. المجتمع كامل يعني. يكون له دور يعني في المجتمع، يوجه توجيه وإرشاد وكذا يعني. يتواصل مع أولياء الأمور. نعم. ينبههم، يوعيهم، سواء كان من ناحية أبنائهم أو غير ذلك، أو من نواحي أخرى يعني. جميل. ما تخص التربية أو ما تخص جميع شؤون الحياة يعني. جزاك الله خير. أيوة. سعدت معك بهذا اللقاء، جزاك الله خير سي عبد الله، وفقك الله وحفظك ويسر دربك وعانك في مسيرتك. الحمد لله، أوفق إن شاء الله الجميع. ومشكورين على هذا اللقاء، وجزاك الله خير. دكتور عبد الله جزاك الله خير، وأحسنت وأجملت، جزاكم الله خير.